وضعكم للايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم هو أكبر دعم لنشر القناة. فلنبدأ. الأرض جعلها الله تومض مثل الياقوت الأزرق في نظامنا الشمسي. نسير في حياتنا بشكل يومي غير مدركين أنه في أقاصي الفضاء قد تعترض المشاكل طريقنا، كويكب يضرب كوكبنا. إنه درب من دروب الخيال العلمي، وهو من بين السيناريوهات المحببة إلى قلب هوليوود. اصطدام الكويكبات هو كذلك أحد الحقائق العلمية المؤكدة هنا على الأرض في 7:15 صباحاً من يوم 30/6/1908. سقط جسم بحجم نصف ملعب كرة قدم من الفضاء بسرعة 34,000 ميل في الساعة، وأصدر تياراً من غاز ناري خلفه في غضون دقائق. دخلت كرة النار غلافنا الجوي وانفجرت بعنف فوق غابات تونغوسكا في سيبيريا، وأصبح أكبر انفجار شهدته الأرض في تاريخ البشرية الحديث، حيث أثار الانفجار موجات حر أحرقت 8 مليون شجرة في منطقة تزيد مساحتها عن نصف مساحة جزيرة رود. ولحسن الحظ لم يمت أحد نتيجة الانفجار، لأنه انفجر في منطقة قليلة السكان. ولو كانت ضربة هذا الكويكب جاءت بعد ساعات قليلة لم يكن ليضرب سيبيريا، بل كان سيصطدم في أوروبا. ولو انفجر الكويكب في أجواء أي من مدن أوروبا العظمى لمات 1 مليون إنسان جراء ذلك. إلا أن انفجار الكويكب قبل اصطدامه بالأرض لا يزال لغزاً يحير العلماء تحت اسم انفجار تونغوسكا. أطلق الانفجار فوق سيبيريا طاقة مكافئة ل15 ميجاتون من مادة TNT، وأكبر 1000 مرة من انفجار هيروشيما. إلا أن الكويكب الأكثر شهرة على الإطلاق هو ذلك الذي ضرب الأرض قبل 65 مليون سنة، ويعتقد أن هذا الكويكب ألقى بالكثير من الرطوبة والغبار في غلافنا الجوي، والذي بدوره تسبب في قطع أشعة الشمس وخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، وكان سبباً أيضاً في انقراض الديناصورات. إلا أن هذا الكويكب لم يكن لديه ما يكفي من الكتلة لتدمير كوكب الأرض تماماً، كما كان الكويكب أكبر قليلاً من أعلى جبل في العالم، وهو جبل إيفرست، والذي يبدو عملاقاً جداً، لكنك إن رجعت إلى الفضاء على بعد 200 كيلومتر فسيبدو أن الأرض ناعمة ولا يوجد فيها أي مرتفعات بسبب الحجم الكبير لكوكب الأرض. لكن ماذا لو ضرب الأرض شيء عملاق لا يقل حجمه عن نصف حجم كوكبنا وكتلته 10 أضعاف كتلة كوكبنا؟ يتجه إلينا بسرعة 30 ميلاً في الثانية. نحن نتحدث عن كوكب المريخ. ماذا لو تم تغيير مدار المريخ فجأة ليتجه إلى كوكب الأرض؟ مع اقتراب الكوكبين من بعضهما ستعمل جاذبيتهما على سحب بعضهما لبعض، فتكون الحصيلة النهائية هي الموت. عندما يملأ الكوكب الأحمر سماء الأرض سينتج عنه تسونامي هائل سيمحي الجزر والمدن الساحلية. بعد ذلك ستصبح الأمور سيئة للغاية. الجانب البعيد عن التصادم سيتحطم بسبب الزلازل القارية. الحرارة الناتجة عنه ستحول كل الغابات إلى جحيم. ستقذف الجبال المنصهرة من الأرض والمريخ إلى الفضاء، ثم تمطر مرة أخرى بدش من الدمار المروع. بعد ساعة من الاصطدام كل من نجا على سطح الأرض سيموت. ولكن الأرض كبيرة جداً، فهي تقدر ب6 مليار تريليون طن من الصخور والمعادن، حتى أن ضربة مباشرة من المريخ ستترك هذا الكوكب المدمر بحد ذاته، إلا أن أساسه سليم تماماً. إذن ماذا لو جربنا كوكباً آخر أكبر من الأرض؟ مثلاً الكوكب الشقيق الزهرة. نحن نتحدث عن كوكب له نفس القطر ويمتلك أكثر من 80% من كتلة الأرض. لذلك إذا اتجه كوكب الزهرة إلينا وضرب الأرض فسنصبح كالخبز المحمص. كلا الكوكبين سيتحطم، سينتج عنه إطلاق شظايا نارية ضخمة في الفضاء، لكن ركام الكوكبين سيعود مرة أخرى ويتجمع في خليط من الأرض والزهرة أكبر من أصل الكوكبين، وسيكون ميتاً كالقمر. بالتأكيد إنها وسيلة ضخمة لتدمير الأرض، ولكن ما احتمال حدوث ذلك؟ منذ 4.5 مليار سنة اصطدم بنا شيء بحجم المريخ. عندما كانت الأرض لا زالت منصهرة ضربها كوكب كبير في وقت مبكر، فجر الجسم جزيئا من القشرة الأرضية وشكل قرص من الحطام حول الأرض،
وبعد ذلك بوقت قصير جدا تشكل القمر من ذلك الحطام. ولكن بينما التصادمات الكوكبية محتملة الحدوث، إلا أن كوكب الزهرة يبعد عن الأرض بأكثر من 23 مليون ميل، والمريخ لا يقل عن 35 مليون ميل. لذا يقول العلماء أن احتمالات تصادم المريخ مع الأرض هي بواقع 1% على مدى فترة تقدر بأربع مليارات سنة. هذا الاحتمال لا يسبب القلق، لكنه ليس مستحيلاً. لنقل أن 242 يوماً تفصلنا عن هذا الحدث، والأرض في طريقها نحو المشتري، وهي الآن على وشك الاصطدام به. الآن نحن على مقربة شديدة من الكوكب العملاق، وهو كل ما يملأ سماءنا، وتشهد درجات الحرارة على الأرض ارتفاعاً لا يمكن السيطرة عليه، وتشتعل ألسنة اللهب في الغلاف الجوي، كما أن المجتمع العلمي يعيش جلبة كبيرة في مسعى لتقديم إجابات لأسئلة كثيرة. ما الذي سيحدث لدى اصطدام الكوكبين؟ هل هناك فرصة ما لعبور الكوكب الغازي؟ وكيف لهذا الاصطدام أن يحول المشتري للأبد؟ قد تكون إحدى الطرق التي يلجأ لها العلماء لتقديم الإجابات هي العودة واستقصاء الماضي، فتلك لن تكون المرة الأولى التي يصطدم فيها المشتري بكوكب آخر. فمنذ مليار عام كان المشتري طرفاً في اصطدام عنيف مع كوكب تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة كوكب الأرض. وفي الحالة آنفة الذكر غير الاصطدام نواة المشتري كلياً. لكن ما الذي حدث للكوكب الآخر؟ ما الذي يمكن أن يخبرنا به ذلك عن فرص كوكبنا بالنجاة بعد اصطدام بالكوكب الغازي؟ للحصول على بعض الإجابات لنعد بالزمن 4.5 مليار عام تقريباً، حين كان المشتري لا يتعدى كونه كوكباً فتياً يحاول أن يحجز مكانة له في الكون. آنذاك أصبحت قوة حقل جاذبية المشتري أقوى 30 مرة في برهة وجيزة للغاية لا تتعدى 1 مليون عام، وقد سبب هذا قلقلة لمدارات الكواكب الطفلة المجاورة، وسبب ذلك اصطدام بعض منها بالمشتري. يعتقد أن أحد هذه الكواكب بلغ 10 أضعاف كتلة الأرض، وكانت نواته مؤلفة بشكل أساسي من السيليكا الجليدية، وقد اصطدم الكوكب بالمشتري بسرعة بلغت 46 كيلومتر في الساعة. ما فقده المشتري جراء الاصطدام لم يتعد مقداراً ضئيلاً من كتلته، لكن نواته الأصلية تغيرت بالكامل. فقبل الاصطدام كان المشتري نواة مركزية كثيفة مؤلفة من العناصر الثقيلة، أما باقي الكوكب فقد كان مؤلفاً من الهيدروجين والهيليوم. وبعد الاصطدام اندمجت نواة الكوكب الجليدية السيليكاتية مع نواة المشتري، ما سبب تمييعاً لنواة المشتري، وانتشرت العناصر الثقيلة واختلطت بطبقات المشتري الخارجية. وفي الوقت الذي شكل فيه هذا الاصطدام لحظة حاسمة في تحديد هوية المشتري، كان يعني نهاية مسيرة الكوكب الآخر، ويدفعنا هذا إلى التساؤل عن احتمالات اختلاف مصير الأرض عن مصير هذا الكوكب، ومعاً سنعرف المزيد عن ذلك. تدور الأرض حول الشمس بسرعة وسطية تبلغ 29.78 كيلومتر في الثانية، وعند هذه السرعة إن كان على الأرض أن تترك مدارها حول الشمس لتصطدم مباشرة بالمشتري، فالوقت المطلوب لمثل هذا الاصطدام هو 242 يوماً لتصل إلى المشتري. وخلال رحلتنا سيسطع المشتري كنجمة براقة يزداد حجمها يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة. في اليوم السادس سيغدو سطوع المشتري كسطوع القمر، وسرعان ما نلحظ أن ضوء نهارنا أصبح خافتاً، فنحن سنتلقى 50% فقط من ضوء الشمس المعتاد مع وصولنا إلى مدار المريخ. ولحسن حظنا سيلعب الغلاف الجوي للأرض دور المعادل، لذا لن نشعر بالبرد على الفور، لكن هذا سيستمر لوهلة وجيزة. لذا عليك الاستثمار في معدات وعتاد شتوي ثقيل. ولنضع الأمور في نصابها الصحيح، يكفي أن نقول أن درجة الحرارة السطحية للمريخ هي 63 درجة مئوية تحت الصفر، لذا فهذه الدرجة هي الأمر الأساسي الذي ينبغي أن يوجه مسارنا. ومع مرورنا بمدار المريخ سنعبر حزام الكويكبات، وسننعم بمشاهدة هطولات شهابية تنير سماء ليلنا، لكننا أيضا سنكون عرضة للتصادم بإحدى هذه النيازك، لذا لنواصل سيرنا. بعد مسيرة 242 يوما في نظامنا الشمسي سنصل وجهتنا أخيرا المشتري، ومع الجاذبية المطبقة على الأرض من قبل المشتري يمكن أن تتزايد سرعة كوكبنا لتصل إلى 60 كيلومترا في الثانية، وهذه السرعة أكبر من سرعة طيران طائرة ب 250 مرة.
لذا سترغب في التشبث بقوة. لكن هل سبق وأشرنا إلى أن أقمار المشتري المؤكد وجودها والتي تدور حوله دوماً يبلغ عددها 78 قمراً؟ لذا فهناك خطورة حقيقية بأننا قد نصطدم بأحدها مع اقتراب الأرض من المشتري. وإن حدث وتجنبنا كل هذه الأقمار، فماذا سيحدث؟ هو أن الأمور ستسوء فقط. حين نصطدم بالمشتري سينضغط الغلافان الجويان للكوكبين، ما يرفع درجة الحرارة بسرعة وستندلع النار في الهواء. لكن أقل ما سنخشاه هو الاصطدام بنواة المشتري، إذ أننا لن نصل إلى هناك أبدا. فكوكبنا صغير جدا وسيحترق في الغلاف الجوي قبل حدوث هذا. لكن هذا سيخلف آثارا كبيرة على المشتري، إذ أن بقايا الأرض ستختلط بالكامل بغلافه الجوي. لذا إن حدث ولاحظت أن كوكبنا يخرج عن مساره ليتجه نحو المشتري، سترغب حتما في القفز منه ومغادرة هذا المسار كليا. وربما فعلت هذا لدى مرورنا فوق المريخ. منذ 4.5 مليار عام ضرب كوكب آخر الأرض، وكان القمر هو وليد هذا الاصطدام. لكن ماذا لو ضربنا كوكب آخر اليوم؟ سيقترب الكوكب الشارد منا بسرعة 72,000 ميلا في الساعة، وحين يصبح على مسافة 250,000 ميل منا يكون قد مزق حقله الثقالي الشديد القمر إربا للتو، وسيهرع البشر من الصين وحتى أمريكا الجنوبية إلى أماكن آمنة كالملاجئ والأقبية والأبنية القديمة المقاومة للقذائف. قم بتخزين ما أمكنك تخزينه من الأغذية والمياه، بعدها وفي طرفة عين ستصبح شاشات التلفزة في كل أنحاء العالم سوداء. أصبح الكوكب الهائم قريباً جداً، وقد سبب جذبه الثقالي تشويشاً لأقمار الاتصالات الصناعية وأخرجها من مداراتها حول الأرض، كما أصبحت أقمار تحديد المواقع GPS خارج مداراتها. وبعد أن أخرج الأقمار الصناعية من مداراتها، بدأ الكوكب الشارد بالتسبب باهتزاز الأرض. ستضغط القوى الثقالية على صخور الأرض مسببة أنشطة تكتونية. ستبدأ الهزات الأرضية صغيرة لتزداد شدتها بعد ذلك فجأة. ستتأرجح أبواب النوافذ والأبنية الطويلة في سان فرانسيسكو وأبنية لوس أنجلوس وطرقها، وستجتاح البلاد هزات أرضية. ومع اهتزاز الأرض سيظهر خطر آخر، إنها حلقات الكوكب الشارد والمؤلفة من مليارات الأجزاء الصخرية وقطع الجليد، وكلها على وشك أن تضرب الأرض وفي طريقها المباشر نحو الأرض. ستشيع حالة من الهلع بين مئات الملايين من البشر عبر قارات أوروبا وآسيا وشانغهاي، وذلك بسبب قوة الجاذبية الكبيرة للكوكب الشارد. وقد توسع النهر الأصفر ليغمر كلا ضفتي، وستغمر الفيضانات الأراضي. ومع اهتزاز المدن بسبب الزلازل ستكافح طواقم الطوارئ لتقديم المساعدة. وبعد ذلك وفي السماء فوق المدينة سيشق ظلام الليل انفجار ضوئي مفاجئ يحول ليلها إلى نهار. لقد اصطدمت حلقات الكوكب الشارد بالغلاف الجوي للأرض، وسيؤدي الاحتكاك مع الهواء إلى انفجار الجزيئات واندلاع اللهب فيها. وهذا ما يحدث لدى دخول أي نيزك أو كويكب عبر غلافنا الجوي، إلا أن هناك مئات الملايين منها الآن. سيحاول الملايين الهروب من الغضب الناري النازل عليهم من السماء. لقد بدأت الجريمة الجماعية التي تطال كوكب الأرض بأسره. وخلال كل تلك المدة ستزداد شدة الرياح، وستستمر الأرض بالاهتزاز. ومع بدء مسرحية دخول الحلقات للغلاف الجوي يحدث كل هذا في الخلفية المؤلفة من زلازل تتزايد شدتها بانتظام. لا يشبه هذا ما نراه في هوليوود، لكنه في الحقيقة أكبر كارثية بكثير.
يبعد الآن الكوكب الشارد أقل من 30,000 ميلا من الأرض، وهو قريب جداً بحيث تطبق قوى الجاذبية الخاصة به ضغطاً هائلاً على هياكل كوكبنا العتيد. هناك أكثر من 50,000 بركان على سطح الأرض، والآن من جبل سانت هيلين في واشنطن إلى جبل شاستا في كاليفورنيا إلى بيلي في المارتينيك وجبل فوجي في اليابان، البراكين لم تثر فحسب، لكنها تطايرت لتصبح شظايا. فجأة ترتفع درجة حرارة مياه الأرض الجوفية لتتحول بشكل ومضي إلى بخار، وستنفجر فيما يشبه ما يعرف بثوران البركان الحممي، وحرفياً ستتحول كل العناصر إلى غازات محاولة الهروب بينما هي موجودة داخل الصخور. وأخيراً أصبح سحب الجاذبية للكوكب الشارد قوياً جداً، ولا يمكن للأرض أن تحافظ على شكلها بعد ذلك. ستشتعل الأرض بعاصفة نيزكية تتألف من نيازك تسقط وتحترق عبر الغلاف الجوي للعالم المحطم. لا تتعدى بقايا الأرض الآن كونها حطاماً كونياً بالكاد يقوم بجولة في الغلاف الجوي للكوكب الشارد، وسيستغرق وصول الضوء الناجم عن الانفجار عدة دقائق ليصل إلى المريء، حيث تلتقط المركبات الروبوتية المبرمجة مسبقاً صوراً للأرض، وستكون تلك الصور الأخيرة التي ستلتقط لكوكبنا. 4.5 مليار عام منذ بدء الحياة على كوكب الأرض انقضت مع آخر البشر، لكن هل من الممكن أن تكتب النجاة لشيء من عالمنا؟ ربما تكون هناك مجموعات بكتيرية تعيش على بعض قطع هذا الحطام الصخري قبل أن تتبخر بالكامل، وهناك أنواع من البكتيريا على الأرض مقاومة حقاً، ويمكنها العيش في بيئات قاسية نوعاً ما، لعل بعضها يتمكن من النجاة من هذا. بعد يوم واحد من تدمير الأرض يتابع الكوكب الشارد طريقه في الفضاء وكأن شيئاً لم يكن، لكن المسابر التي تنتشر عبر نظامنا الشمسي هي دليل باق على أن البشر وجدوا يوماً.